للأسف زين الشديد. إذا لجنة الانضباط اعتمدت على الصور وعلى فيديوهات وعاقبة المشرف، يعني أصل الاعتماد أو أصل العقوبة على ماذا السند؟ يعني هل من الممكن استاذ، هل من الممكن انه انا مشرف الان ويعني يقود مباراه مهمه في بطوله كاس العراق او في اي مباراه بالدوري ولم يقب واجب؟ هل من المعقول ان عاقبه 3 مباريات فقط؟ هل معقول هذا الشيء؟ بعدين اقول لك شيء يعني ابو طيبه بصراحه، يعني جايبين رجل مشرف مباراه من كردستان، الله يخليك. هو كثير. اساسا التسميه خطا، طبوا وضربوا هذا وهذا ضرب هذا وهذا شق علم هذا بصراحة راح يطب مشكلة. تفضل تفضل. لو انا او انت او اي شخص معني بالموضوع منذ البداية لم لا اعطي اوامر بتمشية المباراة، منذ ان رايت انه لا يوجد هناك حمايات ملاعب بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجمهور الموجود، ما مشي المباراة له، ما اعرف شو يصير لو اجلها بعد شهرين. نعم. ما مشي المباراة، لأن أنا كرة القدم مبنية على سلامة المنظومة، مبنية على سلامة العناوين، مبنية على سلامة الجمهور، مبنية على سلامة اللاعبين. جيد.